جماعة، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنتكلم عن 5 حاجات عن السيلف كير. طبعا داخلين على سنة جديدة، لازم نهتم بنفسنا ونحط لنفسنا روتين العناية بالنفس. اول حاجة هتكلم عنها وهي اهتم بنفسي ازاي. ان اصحى بدري. يعني ايه اصحى بدري؟ ممكن ما يكونش عندي حاجة اعملها النهاردة، اصحي بدري، لان الصحيان بدري بيأثر على حالتك النفسية بشكل ايجابي جدا، بيخليك متفائلة اكتر، بيخليك تحسي بالطاقة، بيخليك يحس ان انت more productive، فبالتالي بيكون عندك يوم طويل تقدري تنجزي فيه كل المهام بتاعت اليوم. نصيحتي او اهم نصيحة عشان تصحي بدري، اهم حاجة طبعا ان انت تنامي بدري، بس قبل ما تنامي جيبي ورقة وقلم واكتبي كل مهام اليوم التالي. ده هيشجعك اكتر ان انت تصحي بدري وان انت تبدأ اليوم بنشاط وحيوية. اول ما تصحي دايما تحطي في بالك ان انت الروتين ده للعناية بنفسك، للسلف كير. يعني اول ما تصحي اعملي الحاجات الطبيعية، طبعا تفريش الاسنان، التانج سكرابينج ده مهم جدا، لان اغسل لساني بالتانج سكرابينج، واعمل روتين للبشرة وللشعر. بس برضو مش عايزاكي تنسي ان انت محتاجة تعملي جورنالينج كل يوم، ان انت تكتبي كل حاجة حاسة بيها. اول ما تصحي من النوم بيبقى فيه زي برين ستورمينج في العقل، فالاحسن ان انت تطلعي كل الافكار دي تكتبيها على ورقة وقلم، بحيث ان انت تشوفيها قدامك، فبتحسي ان انت تقدري تحققي كل حاجة بتفكري فيها. تاني حاجة في الروتين الصباحي او ان انت تكوني early bird، ان انت تكتبي او تعملي meditation. المديتيشن يا جماعة ده طاقة جبارة كده، بيتشحنك بالقوة والتفاؤل، وتحسسك ان انت مبسوطة، وان انت اهم حاجة الاحساس بالرضا جواكي. الجراتيتيود ده مهم جدا، فاللي انت تعملي جورنال وجراتيتيود ومديتيشن التلاتة مع بعض، ده يعني انت كمان تقدري تعملي كومبايننج للتلاتة مع بعض، فتحسي ان انت نفسيتك مستقرة، عقلك مستقرة، افكارك مترتبة ومكتوبة على ورقة وقلم، فتحسي ان انت كل حاجة تقدري تحققيها. تاني حاجة في السيلف كير ان انا اعمل تايم بلوكينج. يعني ايه تايم بلوكينج؟ انا من الاشخاص اللي شوية كل حاجة يعني الصبح بالذات كل حاجة بتدخل في بعض. يعني مثلا لو صحيت لقيت المطبخ مش مترتب برتبه، مع ان المفروض الوقت ده مفروض وقت اليوجا او المديتيشن. لو في اي حاجة ممكن تشتتني، فالاحسن ان زي ما قلنا قبل ما بننام بالليل بنكتب خطة اليوم التالي، ان انا هصحى الساعة كذا، او ما بصحى هعمل 1 2 3 4 وارقمهم بالارقام، احطهم كده بالترتيب بالارقام. فانا اعمل تايم بلوكينج، انا عارفة ان من الساعة انا بصحى مثلا 5:30 بعمل روتين العناية بالنفس نص ساعة، بعد كده بقعد اعمل مديتيشن وجورنالينج كمان نص ساعة، واقعد بعد كده اخد نص ساعة اقرا، فببدأ اعمل يوجا على الساعة 7. فانا عارفة من الساعة 7 للساعة 9 ده تمريني انا لليوجا، او ان انا ادرب بنات اونلاين. واللي حابب يشترك معايا هتلاقوا اللينك سايبهولكم على الانستجرام، تقدروا تحجزوا معايا سيشن اونلاين. فانا عارفة ان من الوقت من الساعة 7 للساعة 9 او للساعة 10 لو عندي كلاسات كتير، ان انا بعمله لليوجا، سواء انا بتمرن او بمرن البنات. بخلص اليوجا بعمل الفطار اللي انا وادي جوزي، بنقعد ندردش ونتكلم مع بعض، فانا عارفة ان الوقت من 10 ل 11 ده وقت الفطار. احنا بنحاول نعمل الصيام المتقطع، او ان احنا نريح بطننا على الاقل 12 14 16 ساعة من اخر وجبة بالليل لغاية تاني وجبة او الفطار تاني يوم. فبخلي دايما بحاول اخلي من 10 11 ده وقت الفطار والدردشه ما بيني وما بين ادي. بعد كده ببدا الشغل بتاع السوشيال ميديا بتاعي من الساعه 10 لغايه الساعه 3. ميزه التايم بلوكينج ده بيخليكوا تنجزوا، بيخليكوا ان انتوا ما تعملوش بروكاستنيشن، ان انتوا ما تمطلوش، ان الناس اللي هي ما بتعرفش تلتزم بالجدول بتاعها. التايم بلوكينج ده بيساعدكوا جدا ان انتوا تلتزموا بالخطه بتاعتكوا. يعني مثلا انا صحيت مثلا نص ساعه متاخر، فاسكيب حاجه، بس انا عارفه ان الساعه 7 لازم هعمل الروتين بتاع اللي انا كاتباه. الساعه 7 ابدا يوجا، الساعه 7 ابدا يوجا. جربوا يا جماعه التايم بلوكينج بجد، يعني جيم تشينجر، هيغير لكم حياتكم، هيحسسكم ان انت قادره تمسكي اليوم صح، قادره تقدري تعملي كنترول لليوم بشكل صح، وتمشيه بالشكل اللي انت مخططاه. تالت حاجه حابه اتكلم عنها، اتمشي في الطبيعه. جماعه يعني ده يعني سحر، اثر على حالتي النفسيه بشكل كبير جدا. انا من الاشخاص الانكشس بسرعه، عندي اللي هي بتوتر بسرعه،
بحب كل حاجه اون تايم، بحب كل حاجه تبقى بيرفكت، فده بيأثر على السلام الداخلي جوايا، بحس ان انا جوايا فيها طاقه كتيره كده كهربا. ان انت تروحي تمشي في الطبيعه وسط الطبيعه، وحاولي تمشي حافيه، حاولي ان انت تخلي الهواء يلمس جسمك والهواء يرفرف في شعرك، اتعرضي لاشعه الشمس الصبح قبل الساعه 10، يعني حاولي ان انت كل يوم الصبح لو تقدري تنزلي تتمشي شويه صغيرين 10 دقائق في الشمس، ده هيفرق في حالتك النفسيه جدا. انا مش قادره اقول لكم ده اثر عليا كتير جدا، بيحسسني بالرضا بالجراتيتيود، بيحسسني ان انا عامله يعني توحد اتحاد مع الطبيعه، ان انا كده يعني بحس ان الطبيعه امباورنج مي، بتديني شحنه طاقه ايجابيه. لو انت حاسه بطاقه سلبيه، في حاجه اسمها التحافي، ان انت تمشي حافيه على الجراس على الخضره على اي حاجه لونها اخضر، بتسحب منك الطاقه السلبيه وتشحن جسمك بالطاقه الايجابيه. نفس كده احساس ما بروح البحر، ليه دايما بحس ان احنا مبسوطين جنب البحر والانهار والشلالات؟ فايبس، هي فايبس يا جماعه، في طاقه كونيه كده احنا ما بنشوفهاش بس بنحس بيها، يمكن هي مش مهتمين بيها في العصر الحالي، مش بالعكس الايام دي بداوا يتكلموا عنها، خاصه الناس المهتميه باليوجا، الطاقه الكونيه والاحساس بالطاقه والفايبس، ويقول لك انا حاسس بالمكان بطاقه المكان، لان المكان ده انا مش مستريحه فيه. روحي جنب اي شجره، جنب اي ورده، اتاملي الجمال الطبيعي حواليكي. في معظم حتى في لو انت في السيتي في المدينه هتلاقي فيه زي لايك جناين صغيره، روحي تمشي. بس انا عارفه ان هي مش واو حاجه تبقى واو بالنسبه لك مذهله، بس عايزاك تروحي تدققي وتركزي في الديتيلز بتاعه الفلاورز، الخضروات جعانه ولا ايه، الخضار حواليكي وشكل الاشجار، والشجره دي شكلها كده، وده الصبارة شكلها مختلف عن الصبارة دي، والورده دي لونها احمر والورده دي لونها بينك، وحسي بالشمس بتشحنك طاقه ايجابيه، وتحسي كده بدفع الشمس، خاصه الايام دي شويه برد، وانا شغاله الشمينية عشان تدفي شويه وتعمل لنا منظر يعني شويه، بس طبعا دي مش احسن حاجه. الاحسن ان انت تروحي تخلي جسمك خاصة في الفصول البرد، ان جسمك يمتص اشعة الشمس دايما، ما تروحيش وقت ما الشمس تكون عمودية على الارض، يعني روحي قبل الساعة 10 او بعد الساعة 4 بالليل. حاولي ولو تقدري تتمشي 10 دقائق الصبح و10 دقائق بالليل، جربوها واكتبوا لي في الكومنتات فرقت معاكم في نفسيتكم قد ايه، وحسيتوا قد ايه بطاقة وايجابية وسعادة وشحنة جميلة جواكم. رابع حاجه للعنايه بالنفس، وهي ان انت تقري كتب، او لو انت من الاشخاص اللي ما بيقراش كتب ما بتحبيش او ما بتقدريش تركزي، روحي للبودكاست. انا حاليا يعني وانا بطبخ بسمع البودكاست، وانا في باخد شاور بسمع البودكاست، وانا بنظف البيت بسمع البودكاست، وانا في التاكسي بسمع البودكاست. انا تقريبا كل يوم من 3 لأربع ساعات رايحة في البودكاست. البودكاست ده يعني كتب سمعية أو حاجات motivational speeches، يعني ناس ناجحة في حياتها أو ناس عندها هدف أو ناس حققت حاجة بيطلعوا يتكلموا، هو بيبقى voice زي الراديو كده، بتسمعين تقدري تسمعي، وفي بودكاست على اليوتيوب يعني تقدري تسمعي وتشوفي. انا من الاشخاص اللي بحب اشوف اكتر، فاكتر ما اقرا، بس بحب اقرا طبعا، بس يمكن عشان انا بتحرك كتير وبروح وباجي ما بيبقاش عندي وقت ان انا اقعد بالكتاب، او ما بعرفش اركز، يعني انا ما عنديش حته التركيز الكتير مع الكتاب، يعني بسرح. بس من وقت التاني بحب اخد الكوفي بتاعي واقرا كتابي في حته كده بره. فالبودكاست وفر لي وقتي، بركز كويس جدا لان حاجه جوه وداني فبسمعها، وممكن اسمع البودكاست نفسه كذا مره عشان اعمل ابسوربشن، امتص كل المعلومات القيمه الموجوده جواه. فانت لو ما بتحبيش الكتب عندك البودكاست، جربوه وادعوا لي يا جماعه بجد، واكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا حابين اقول لكم ايه البودكاست اللي انتوا تسمعوه. يعني في جاي شاتي انا بحبه جدا، بيجيب دايما ناس ناجحه في الحياه وكل واحد بيحكي قصته، فحلو ان انت تسمعي قصص الناس اللي هي بدأت من الصفر وكانت بتعاني وعندها مشاكل وبعد كده بقت حاجة واو حققت، فده بيديك احساس ان
مش انتي الوحيده في الحياه الصعبه، الناس دي كلها عاشت حياه صعبه بس عفرت وعملت روتين زي اللي انا بقول لكم عليه. والروتين ده فيه حب نفس، عنايه بالنفس. يعني مش لازم الروتين يا جماعه ان انا اقول روتين ديلي روتين ان انا ان حاجات للشغل، لا. لما بتهتمي بنفسك وبتهتمي بحالتك النفسيه وبتهتمي بجمالك، ده كله بينعكس على روحك. والروح ده يعني حاجه مهمه جدا ان احنا ناخد بالنا منها ونديها حب وعنايه، فده بينعكس علينا في شغلنا، في حياتنا الاجتماعيه، في كل اوجه الحياه. وكمان حاجه سمعتها او يعني سمعتها من البودكاست، قرايه كتاب يعني قرايه الكتب بيوفر عليكي 5 سنين قدام. انت لما يعني دايما يقولك ايه، لما بتحسي ان انت تايهه او عايزه استشاره بتروحي تستشيري حد كونسلتنت، حد كبير في الحته دي، يعني مثلا حد رئيسك في الشغل، بتروحي تسالي باباكي او مامتك، عشان الناس دي عندها خبره، الناس الكبيره في السن عندها خبره، او الناس اللي هي عندها بوزيشن عالي دي عندها خبره. فانت لما بتروحي تقعدي مع حد ناجح او حد عنده خبره او حد اكبر منك ب 50 60 سنه والشخص ده ناجح في حياته، بيديكي زي ما بنقول البهاريز الخبره، بيديكي الحاجات اللي هو عملها نجاحته، كمان ان هي بتوفر لك وقتك. فانت قرايه كتب او ان انت تسمعي، يكون عندك منتورز في حياتك سواء بتاخديهم من البودكاست او في الريل لايف، ناس انت عارفاهم في الحياه، ده بيوفر عليكي وقت كتير جدا ان انت تتفادي ان انت تقعي في مشاكل، تتفادي ان انت تروحي تعملي حاجات مش مفروض تعمليها اصلا، فهي بتوفر لك وقتك ان انت انا مفروض اعمل سكيب للحته دي لان فلان فلاني عمل. ومش كل حاجه طبعا ان انت بتاخديها على ستاندر ليكي، لا، انت كل حاجه بتشوفيها تناسبك او ما تناسبكيش. ومش معنى ان حد فشل في حاجه ان انت كمان هتفشلي فيها، لا، انت بيكون عندك زي كده ميزان وعندك مصفى قبل الميزان كمان. فاي حد بيديكي خبره، اي حد حاجه بتسمعيها، اي حاجه بتقريها، بتفلتريها وتوزنيها وتاخدي تمتصي او تاخدي تدخلي جواكي اللي يناسبك. فقرايه كتب، سمع ناس في البودكاست، ان يكون عندك منتورز وان انت تسمعي لهم وتتعلمي منهم، ده بيوفر عليك سنين جدا كتير جدا. ان الحاجات اللي انت ممكن تكتسبيها في 10 سنين ممكن تعمليها تكتسبيها في سنه. يعني الكتب والبودكاست والحاجات دي بتوفر لك وقت كتير جدا، فتحسي ان انت شخصيه ناجحه في سن صغير. خامس حاجه في العنايه بالنفس، زي ما قلنا ان انا بحب نفسي، بعمل سيلف كير عشان احب نفسي، لان لما بحب نفسي ده بيطلع على روحي بشكل ايجابي، فروحي بتبقى مبسوطه، فبتدي ايجابيات لكل حاجه حواليا، سواء للناس اللي انا بحبهم، لعيلتي، لشغلي، لنفسي، لاصحابي، لكل، حتى لجوزي، لاولادي، whatever. انت في اي مرحله، سواء 20 30 40 50 60 70 80، يعني انا كنت بتفرج انا وادي على التلفزيون، في ناس بتعيش ل 120 سنه، وكان اكبر سبب ليهم ان هما بيعيشوا كتير كده ان هما بيبقوا مبسوطين، ما بيشيلوش الهم، عندهم فاميلي اتموسفير، عندهم جو عائلي بيهتموا بيه جدا. فانتي تحبي نفسك عشان تدي للي حواليكي حب زي ما انتي بتحبي نفسك. فخامس حاجه الجيرلي تايم، جيرلي تايم، مي تايم، سميها زي ما بتسميها. الوقت ده مهم جدا ليكي، لازم تعملي وقت لنفسك، حب لنفسك، ان انت اول ما بتصحي من النوم، انا ما قلتلكيش اول ما تصحي من النوم اشربي كوبايه القهوه البلاك واجري على الشغل، قلتلك لا، خشي الحمام، سرحي شعرك، حطي ميك اب خفيف، طبعا اعملي سكير روتين، اغسلي اسنانك، اعملي كل الحاجات دي كلها حب النفس وعنايه بالنفس. نص اليوم اعملي وقت كده، يعني خلي كده يا جماعه ثلاثه زونز كده في اليوم، جيرلي تايم، اول ما تصحي من النوم نص ساعه، حلوه قوي، نص اليوم عشان بيبقى فيه زحمه وفيه وفيه وفيه، 10 دقائق كده عنايه بنفسك، شاور خفيف، حطي بيرفيوم، اعملي ضوافرك، اعملي سكين كير تاني، شوفي حاجه لوني. يعني حلو جدا ان احنا كمان نهتم بالمواهب بتاعتنا والهوبز بتاعتنا اللي احنا بنحبها. شوفي انت بتحبي الرسم، الموسيقى، الرقص، ارقصي 10 دقائق، لازم يكون في كده وقت في نص اليوم جيرلي تايم. اخر اليوم طبعا قبل ما بتنامي لازم نقفل الموبايل، حاجه بعملها لاندي وبحبها جدا، اللي انا بعمل باست تايم، اللي انا اروح لو في بانيو احط ميه سخنه جدا، عشان انا بعمل رياضه كتير جدا في اليوم، فجسمي بيوجعني عن معظم الايام لاني بشيل زي ما انتم شايفين
اول بشيل اوزان فمخبيه هنا، فدايما عندي عضلاتي بتوجعني، فحلو جدا ان انا قبل ما اروح انام املى البانيو ميه سخنه سخنه، واحط السي سولت بتاع الاملاح الطبيعيه واسنشال اويلز، واقعد كده في البانيو 10 دقايق يعني 20 دقيقه. حلو جدا. اقري كتاب في الوقت ده، اسمعي البودكاست، اعملي فيس ماسك وانت قاعده في في في, في البانيو، اعملي بادي سكرابينج وانت في البانيو، اقعدي كده فكري مع نفسك، حطي شمعه جنبك، اقعدي فكري، اعملي كده حللي اليوم، هل انت راضيه عن نفسك؟ هل انت اتبسطتي باليوم ده؟ هل انت استفدتي باليوم ده؟ هل اليوم ده كان بروداكتيف ليكي؟ اقعدي كده اعملي مش عارفه يعني رجعي اليوم من اوله لاخره، وشوفي ايه اللي كان المفروض تعمليه وما عملتوش، وايه الحاجات اللي انت عملتيها ومفروض ما تعمليهاش، ايه الحاجات اللي انت اتعلمتيها ومبسوطه ان انت اتعلمتيها، وايه الحاجات اللي انت فعلا لسه كمان محتاجه تركزي في الحته دي وتعملي فيها اكتر. خلصي الشاور بتاعك، روحي اقعدي على السرير. طبعا بنقفل موبايلنا، انا من الاشخاص اللي بحاول اخلي الموبايل واللابتوب والساعه بتاعتي كلها في الصاله بره، ما بحطهاش في اوضه النوم، بسيب بس موبايل تاني، الموبايل مش الاساسي، تاني في البيت في جنب السرير، عشان قبل ما بنام ساعات بسمع حاجات مديتيشن او ميوزك هاديه، او واول ما بصحى من النوم برده كمان اول الالارم، في الغالب انا بصحى قبل الالارم، خلاص انا جسمي اتعود، الساعه البيولوجيه بتاعتي اتعودت ان انا بصحى قبل الالارم، فان انا اصحى بحط بودكاست او بسمع الحاجه يعني تفوقني شويه، زي احسن من القهوه ان انا اصحى من النوم بحس ان انا كسلانه، طب اقعد كمان 5 دقايق 10 دقايق، لا، فبقوم عامله ايه، فاتحه اللمبه اللي جنبي على السايد تيبل، واحط الموبايل على، طبعا الموبايل طول ما انا نايمه بيبقى اير بلاي مود، بس اول ما بصحى بحط يعني بعمل كونكشن بالانترنت واشغل حاجه تصحيني كده جرادولي، بسمع حاجات مديتيشن والكلام ده. فخلصتي عدتك في البانيو وقعدت استرجعتي اليوم، حللتي اليوم، اهتميتي بنفسك، اديتي لبشرتك شويه حب، اديتي لضوافرك شويه الوان حلوه بتحبيها، بعد كده روحي السرير، طبعا زي ما قلنا الموبايل بيبقى على اير بلين مود او في اوضه تانية خالص، بعد كده بقعد في السرير بجيب ورقه وقلم، وزي ما قلت لكم بنكتب تاسكات اليوم الجاي بتاع الصبح، عشان اول ما اصحى الصبح احس ان انا ريدي، ما احسش ان انا ايه، وانا المفروض اعمل ايه دلوقتي، وانا ايه اللي مصحيني بدري دلوقتي، لا، انا عارفه انا صاحيه من النوم، انا عارفه ان انا هعمل الحاجات اللي انا كاتباها على الورقه بالورقه والقلم من اليوم اللي قبلي. اقعدي في السرير كده مع نفسك، فكري كده، اسرحي، غمضي عينيكي، اسمعي لموسيقى هاديه، اعملي مديتيشن هادي، اقعدي تكلمي مع نفسك كده كلام ايجابي، البوزيتيف ثينكينج ده مهم جدا، وهنتكلم عنه في الحلقه الجايه. ده كان فيديو النهارده يا جماعه، اتمنى تكونوا استفدتوا، ولو يا ريت لو استفدتوا ما تنسوش تشتركوا بالقناه وتشيروا الفيديو لكل اصحابكم عشان كمان هم يستفيدوا، ولو عندكم اي اسئله او استفسارات اكتبوا لي في الكومنتات تحت، وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، دايما بعمل لكم ستوريات جميله عن الهيلثي لايف ستايل وحياتي في السفر، ولو حابين تحجزوا معايا فيديو كون ندردش ونتكلم عن الحياه بصفه عامه، او اديكم استشارات عن السفر الاقتصادي بميزانيه بسيطه، او لو حابين تحجزوا معايا يوجا اونلاين 1 تو 1 هسيب لكم لينك على الانستجرام تقدروا تحجزوا معايا السيشن، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.